والجينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء والجينا قلنا جاب الخير معاه يا محلى موضوع وفي وقت جاء فرحنا قلنا باب الحق فتحنا يا مفلحنا من الهم اللي داع ارتحنا ودار الحولة سالحنا شبيك ولبيك نساء شبيك ولبيك نساء خير يا الشيخ. خير الخير جاي، قال تو نجي وما جاش، عارف ليش؟ لان علي الطلاق، علي الطلاق، ما كم دايرين لا خيمه لا كراسي لا فيكم واحد معزي واحد. هيش هيا دوروا حوش وحده اخر ديروا قدام عزاه. هيا 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 باهي باهي، احنا نديروا حتى الفتحه من غادي على الاقل. دير الفتحه من غادي وديروها في حوش وحده اخر من كم غادي. هنا نو نو يعني نو نيفر ايفر. عزاه هنا ما عاش فيه. اوكي ما نديرش عزاه لخويا يا جماعه، ما تجيش ما تديرلاش يا رجل، الخوه هو اللي عندك. نسيبك يا راجل. مش نسيبي يا راجل، مين علي الطلاق ما هو نسيبي. دير لي عجا. ما تجي لي عجا، علي الطلاق ما هو نسيبي ولا نعرف. تجنون مجنون مرض، هذوم طالعين من براد. علي الطلاق طالعين من براد. والله يا سيدي كنت جنون. ما حكيت ترشد انت. طنشك جنون. روح روح. مش عارفين يفرقوا بين المارد ما مش نقعد معاك انا. هذه مش فهمتني، مش مفهوم. في 60 داهيه حل. تمام امشي حك البراد وطلع لي خوتك. ونطلع حملك يخوتك. شنو خايف منك ولا من خوتك؟ انا علي الطلاق يطلع حملك يخوتك. المهم انت من هنا جو اوت، دونت كم هير اجين باللغه بتاعكم. وسكش وريو. اوكي لا غلط، مش وريو ور نوف. المهم هنا ما عادش تقعد. خوتك تعال خش جوا تعال نوريكم كيف يطلعوا من برا هذوم. باي تعال خش 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 روح 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 كيف نروح؟ بخش انا جوا روح بابا داد داد. انت وسكش وريو من هنا ورنو. خش تويا نطلع حمالة. شنو خايف منا؟ لا تعال يا وريدة. وريدة جيب البراد وتعالي النبي. تعالي تعالي مش حد براني. اول نطلعي كم المارد قدام عيونكم هن باش ما تقولوش هذا نضاشك. خير عليكم خير. هاتي هاتي. معك خير. عندي تبوح مع الروشة. نطلع ريس نطلع ريس باش نفضح جاسوس. تفضل
حضروا. قلت لكم انا تعرف انا عفريت ومرض وبراد. يقرب لك هو بدي 150,000 خزعول. خزعول حتى انتو؟ العملة العملة عملتكم شنو؟ دينار دينار 150,000 دينار. دينار بحضر هل 120 خزعه دينار 120 دينار 120,000 دينار ايوه 110,000 خزعه دينار 110 بندير عمليه تجميل انت عبقى انا حنبيع كلاويكم باش ندير عمليه تجميل وين ماشي انت؟ تعال تعال انت وين ماشي؟ تس قلت لك ما تخشش مسيش أي أبسة أي شنو أبسة نقطعتك ديها
أنا طالع من براد ومرايف حتى الذيع. ها؟ بينا الكتف. تريع شوية. راحة. ومش تراقد راحة. راقد رقد الذيب. عين مفتحة وعين لا. عين مفتحة وعين؟ لا. عين مفتحة وعين؟ لا. جبناء. إمعات. ذيول. ذيول. إمعات. سلامة رقد يا سلامة اسمع سلامة يا ناصلة فش خولك صلحتك اسمع تعال تعال هذا خشنت خشنت طلع فكنا منه وحر وحر هذا وحر وحر في خوتك يضرب دقري ما ماشي بصارة بوليس بوليس انور تعال طلع عندي منديل لك لا وين هذا ما نقدرش عليه انا يا غالي تعال ساعدنا يا سيدي تعال ساعدنا ساعدنا سعفنا والله شينا المستشفى لا لا انت حق البراد يطلع لك واحد من اخوتي يقدر مرات يتصرف معي يطلع واحد من اللي الصريفه يعني انا طلعني من قصه مستشفى بليز لا بليز لاني لا لا ادفل ولا اللي هو المهم معاهم الشوري زيدان 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 براد 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 شلون شلون براد شلون براد هذا ما تقدش خاف يفقد لي تو يطلع كلاوي ويحطهم وعلى وجهه بكراك 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 يا جبان بكراك ايوا ايوا هيا زيدان شو شو يا زيدان شو هايو هلا 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 خيركم يا ضراري خيركم كانكم يا ضناي قطعتوا يا ضناي قطعتوا يا ضناي لا حول الله اعوذ بالله والشيطان الرجيم شو اللي ساير شنو هالدم هذا كله هذا تمام هذا مية مية هذا اللي يحل في المشاكل عندنا غادي أي مشكلة تصير في البراريد هو حلال المشاكل يا نويرة شو اللي ساير للعرب كانهم يا سيدي طلع بصباح لعب فيه مريش وقطعها بتقطيع شينا بكل كسرهم الله يقرضك يا مصباح لا 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 كبيرة غلطة كبيرة ولكن سهلة العقل جاك مع الهنا تشاو اوكي كذا خلينا نعدم بالشرطه يخرطوا التكو منا خلاص يبدو لي ان احنا نقدروا ان احنا يعني نتجاوزوا عن هذا الموقف رغم ان الدم مغطي العيب انما احنا ناس مترابطين وشعب مفصل تفاصيله جميله فيما بيننا إنما اللي تمشوا بها اللي تبوها تمشوا بها نبي شعاري لا شعرك حاضر أول واحد عنده معيز إن شاء الله حنقصولك منه ونديرولك حل يعني ما فيش مشكلة ما فيش حاجة واعرة يا أخواننا اللي تريدوها تمشوا بها ومع إن الدم مغطي العيب لكن إحنا كتوفنا أعراض ونشيلوا عند بر ونتحملوا عادي ما فيش مشكلة وحلينا اللي أكبر من هذه يا بال هذه مشكلة كبيرة لكن احنا حلينا اللي اكبر منها وعدت كبر قطعين ما خلى واحد وما ضربه انا ضربني اخوانا مانيش واحد فيه وبعدين نقول ياكو قلني عديت خاطرك ولا خاطرك قلنا ضربنا سبق فيه ديرة مصخ لكن اللي تريدوها انتو تمشوا بيها نحنا حرب متماسكين احنا في الغالب كقبائل نستنكر هذه التصرفات اللئيمة ولكن احتمال كبير ان احنا يعني نتجاوز عن هذه الاخطاء لا نمشوا مراكز شرطة ولا نمشوا اي حاجة لان شو بتكبروها يعني شنو بينحبس هو وبعدين بنجوكم نجروا عليه تنازل وكذا خلنا نبدوها من الاخير احنا ويا عرب كانت تريدوا حتى يجيبوا لكم عرب رانا المرضى وجدي ما تقدروش علينا تو خلوا ميلاد هذا يركب فيها البراد حق
والساعي بعطول كم هنائي ولا عندك منهم كراسي ولا عندك منهم خيام ولا تقدروا عليه ماكل التم. انتوا تاكلوا اربعة اربعة ونحن نقمزوا ستين ستين ولقصاع نوعية مربع نقص ضلع. يعني قصتكم قصة فهمتوا كيف؟ وهي المشكلة محلولة. أنا مستعد نطلع في القنوات الفضائية واعتذار رسمي من مصباح ومن عائلتنا المردية. فأنتوا يعتذروا منكم ويطيبوا خاطركم وقاعدين على فراشكم وتمشي أموركم. أمور سهلة. دويني أنا قاعد معاك تخافوا بكم. أنا موجود. يعني القبيلة اللي فيها كبير. خلاص الموضوع ودي نقول له يا ولد اقعد يقعد. فهمتوا؟ الساعة نت فيه الساعة صبي أنا يكب عليك هم ويحب علي رؤوسك هم ويحب علي دياتك هم وتحذر منك هم ونحلو مشاكل ميلاد هذا ميلاد ما وناقصة مسكين. والله ما ناقصة مشاكل. الراجل حق البرادي يبي تعاون ونحن الساعة نتعاون معاك. كيف يا ميلاد؟ تو يا سيدك في السيد تو نشكو بيكم ونجيبوكم تنتورة وكارزة وتغسلوا وجوهكم وخونا ميلاد ياش قبينا يجيب لنا عشاء على مناط مصباح باش يتأسف لكم. عشاء منين؟ شو عندي واجد علي انا بنجيب العشاء. يا رسول الله انت مش من جيب حتى من دليفري. دليفري يجيك انا قصعة بعصبانها بدنيتها بكل. طيب واللي فلوس ما عندش حق انا ربيعات هذيش دليفري. شو تحكي انت؟ تفكر في فلوس انت ولا ومعك صاحب دكان مواد غذائية ما شاء الله. منين؟ ما عنديش ولا ما عندي حاجة. اللي كيفك تدير شكرانة يا رجل؟ جيت من بعيد راك يدك هذي قبل راحت. اللي كيفك تدير شكرانة وتحمد الله أن نجيت يدك. درنا يا رجل دير من عندك من دكان مواد غذائية. مالك عندي؟ أنا ما عنديش والله ما عندي مش دكانة. دكيكين وأجرب وماشي بالدين ما خلصوني يا شيخ والله ما سلكني واحد. الكل تغوث. طيب يا شباب هذاك اليوم صبينا عليه صاحب دكان مواد غذائية في مناسبة اللي طلعهم من جوه من داخل الدكان يجي 10 حوالي. هاي يا أخي ويحيى ظني لا حتى مذبوحات. إيه أنا شاري وواحد صبينا عليه حتى هو أعطاني هدية كي دبل قبيلة. قال شكرناه بس. قال شكرناه لكم جات الصدفة اللي دعات قعدات وكذا وروحت الدبل قبيلة مصفحة. كيف احنا حتى نزوزوك حتى مرام مسقمة. اي فش تقول انت فش تقول؟ هذا عش قدرك ربي سياس ما عندنا نسوي نتكلم احنا. شي قد تقول عمره سيارة ترابش ولي ترابش والدنيا ترابش خير كده. فهمتوا؟ وان شاء الله اموركم ماشية. وش فيه خير كانك؟ كانكم خفتوا؟ كانكم خايفين؟ كانكم خايفين؟ خير يا ولد كامز. اسكت راني نقطعك. يا شيخ كبير ايش فيه؟ هاي شيخ شيخ علي روحك كانك مجبت لي تنازل وانا في الحبس. حتى ايش قبل ايتام ولا رامل ما تديرش روحك شيخ علي انا راني نقطعك. رايف على التقطيع انا اشوف هذا الجماعه. هذيك اثنين خربط لك وجهك. تجول بالخوف. اي واحد يدوي اي كلمه نقطعك لا نعرف شيخ لا نعرف اني. تعبانين معاد خوافين ذيول. باي 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 كيف صار؟ ما صارش من المشي خاب. لا يصير كل شيء ينحل يا راجل. احنا شعب مترابط عندنا. شعب مترابط يا حبيبي. يا مليد اسمع يا مليد انا اضحك يا مليد. يا حبيبي قلت لك حولي يدك. وين ماشي؟ والله الحزه معاه. وين جد روحك يا مليد؟ وين روحك يا مليد؟ حول يا راجل شنو القصه اللي معك بتحزها هذه؟ فيش دير انت؟ فيش دير؟ مره طلع لي صراخ مره طلع لي صايع. شوف والله انا فزنا معاك انا الليله هذه. توري حول يا حول دير روحك شيخ. وانت ما لك شيخ حط على روحك تحمي يا رجل امشي. الله يطول قلبك. تبطل انت. والله موريك يا سلامه
برا في الشرطة والله يوريك تحط الرجال وراك 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 ونقطعك ونقطعك تمشي يا